إنها روح البرازيل الإفريقية، حيث تلتقي قارتان في مدينة واحدة. لكن استاد فونتينوفا سيشهد تصادماً بين النجوم خلال كأس العالم. مدينة سلفادور التي كانت يوماً العاصمة كانت أيضاً المدخل الرئيسي للعبيد الذين استقدموا من كل مكان في إفريقيا، وتناقلت الأجيال هذا الميراث حتى اليوم. التدفق في حركات رقصة الكابويرا، رقصة وقتال، فقد استلهمت من العبودية روح المقاومة ضد الغزاة. عندما جاء المهاجرون إلى البرازيل رأوا أنه من الممكن أن تلك الحركات قد تكون وسيلة لوقف العدوان الجسدي الذي يمارس ضدهم. الخصائص العرقية الإفريقية تسري في لاعبي الكرة البرازيليين. كأس العالم لن يحل مشكلات سلفادور كالصرف الصحي والعلاج والأمن والتعليم. أحب كرة القدم وأسكن على بعد كيلومترين فقط من الملعب، لكن لن أستطيع الدخول إليه. للأسف هذه المدينة تتسم بالعنف، والعنصرية أمر معتاد بها. الخدمات العامة تعاني، ومتر الأنفاق يرقد هامدا، فهو قيد التنفيذ منذ 17 عاما ولم يكتمل بعد. ورغم كل التحديات فالناس هنا تملأهم الحيوية ويسيرون بخطى تفيض بالحماس. تتسم سلفادور بتركيبة أديان معقدة، وهو ما يعطي لمحة أخرى من الماضي، فعبر القرون كان لزاماً أن تتخفى ديانة الكاندومبلي ليكتب لها الحياة، إذ تظاهرت أعداد من تابعيها بأنهم يعتنقون الكاثوليكية. لكن الآن تتعايش كل الأديان معاً بسلام. في هذا الاحتفال جاء أتباع الديانتين ليحتفلوا معاً بعيد القديسة باربرا وإشهار ديانة الكاندومبلي للعلن. منذ 80 عاماً كان الناس يخجلون من التحدث عن انحدارهم من أصول ترجع إلى العبيد، كان ذلك بمثابة السبة في الجبين، لكن التعاليم الدينية تحثنا على أن نكون أخوة وأخوات. قدم العبيد من أفريقيا وبقوا هنا، وهو ما كون الخليط الثقافي الحالي في البرازيل. أفضل ما في سلفادور هو الكرنفال، والعنصرية أسوأ ما فيها. هل يمكن أن يكون هذا هو السر وراء كرة القدم في البرازيل؟ يسمونها بابا نالادييرا، وهي كرة القدم التي يلعبها الأطفال في أزقة سلفادور. كثير من نجوم الكرة بدأوا حياتهم كهؤلاء. هناك كثير من القضايا التي تتطلب إيجاد حل، لكن هناك أيضاً ما يدعو للاحتفاء به. خلال كأس العالم، هذه المدينة عاقدة العزم على النصر.